من كان يتخيل أن يحدث ذلك؟ لم أكن أصدق ذلك أبداً. لقد أعدوني من العالم الآخر. هل هذا أثر الكمامة؟ لا. كيف حدث ذلك معك؟ أبقيتم البعض وأخذتم المصابين بكوفيد. من الصعب تأكيد ذلك، غير أننا نحن الآن موجودون في جبهة. طبعا إنها من غير رشاشات أو مدافع آلية، ولكن يمكن القول أن الوضع أكثر رعبا من جبهة القتال. مفهوم بالنسبة لي كيف يمكن تحويل مشفى فارغ إلى مشفى للأمراض السارية في كاموناركا، ولكنني لا أفهم كيف يمكن تحويل أحد المستشفيات الضخمة السريرية في المدينة إلى مشفى للأمراض السارية. مهمتي كمسؤول هي أن أنظم كل شيء، وكيف يمكن الأمر على نحو آخر؟ يتصلون بي ويقولون هل ستستقبل، وأنا أقول أستقبل. تتصل بالآخرين يجيبونك أيضا أنهم سيستقبلون. ما من أحد يجيب بأن هذا أمر صعب، الجميع يستقبلون. أي قياسي؟ قياسي 54. هذا قياسي. نحن موجودون في المستودع، هذه ليست كل احتياطاتنا. هل هذا ما أرسلته لكم وزارة الدفاع؟ هناك الكثير من الناس الذين يعربون عن جاهزيتهم للمساعدة. لن أستخدم وزارة الدفاع كمثال، فهذا من واجباتها. يوجد جهاز أمريكي ويوجد آخر صيني. هذا أمريكي، نرش على أيدينا ونغسلهما لمدة 40 ثانية. نغسلهما بهذه الطريقة، كل يد 5 مرات بشكل أفقي ثم عمودي، كل أصبع على حدة لكي لا يبقى أي سطح غير معقم. أليس من الضروري تعقيم المعصمين؟ نعم، القفازات تحمي. تعالوا تعالوا. هل هذا أثر الكمامة؟ لا، على العكس، حتى لا تترك الكمامة أثراً. لكي لا يكون هناك أثر. لقد ظهرت عندي فتوق هنا. هذا شيء رهيب. كم ساعة تلبسين الكمامة؟ بحدود 12 ساعة. طوال الوقت؟ هل يمكن أن أتصور معك؟ طبعاً. في البداية القفازات أم أغطية الأحذية الواقية؟ أغطية الأحذية، خذ. يجب وضع القدم من هذه الجهة. جهاز التنفس الذي يشد ملتصقا بعظمة الأنف أهم من إحساسك. أنا أفهم ذلك تماما، ولكن
عندما ينتهي كل ذلك سيسمحون لنا بآثار الكمامات هذه أن نتقدم دون الوقوف في الطابور. في هذا الطقم توجد عروة، أما في ذاك فلا توجد، لذلك نأخذ المقص ونفتح العروة. نلبس القفازات. في بعض القفازات يوجد سوار مطاطي. هذه قفازات عادية نستخدمها لتنظيف الأرض، ليس لدينا غيرها. كم ابتكر الروس من معطيات سرعة البديهة؟ إذن وضعتم علي علامة. أنطون كراسوفسكي. نعم أنطون. صورنا. نحن في المشفى رقم 15 وهذا فريقنا. الأسهم الحمراء تقود إلى المنطقة الحمراء، الخضراء إلى المنطقة الخضراء. فلنذهب. من هنا؟ هذا هو المسؤول عن الجناح. كيف جاءوا بك إلى هنا؟ هل أنت مصاب بكورونا؟ هل أجروا لك تحليلاً في الثكنة؟ في أي فرقة؟ فرقة العمليات الخاصة. إذن أجروا لكم جميعاً التحليل هناك لأنك بدأت تشعر بالتهاب الرئة. بدأ عندي التهاب الرئة ثم أجروا التحليل. وإذا بك هنا، هل حددوا لك العلاج؟ ولماذا تجلس هنا؟ ماذا تنتظر؟ نتيجة التصوير المقطعي الكمبيوتري. هل أنت هنا منذ أسبوع؟ وهل تشعر بأنك أفضل؟ لم يكن وضعي سيئا. أنت لا تزال فتى، كم عمرك؟ 18 عاما. ولكن لديك التهاب رئوي. نعم من الجانبين، تلف في الرئتين. ولكنك لا تشعر بشيء. هذا مسار كلاسيكي للمرض بالنسبة لمريض شاب، ليس كذلك؟ لديه التهاب فيروسي في الرئتين ولكنه لا يشعر بشيء، يستطيع أن يرقد وأن يقفز لكن المرض موجود لديه. حين ترى ذلك سيقول الجميع أوي أوي أوي، سواء شاء أم لا، لكن بفضل الدكتور براتسينكا أمضى 15 يوما في الحجر الصحي، فليمنحه الله العافية والصحة. ولماذا يستلقي بهذا الشكل؟ هل لديه ألم في معدته؟ لا، إنه أمضى ببساطة 10 أيام مستلقيا على بطنه. معنا الآن نائب كبير الأطباء في مجال الإنعاش والعناية المركزة بوريس سيلايف. يصعب معرفة ذلك، ولكن هذه المعطيات مكتوبة على الشارة. هل نحن في الطابق الأول؟ في الطابق الثاني. كان هنا ذات حين مجمع العمليات وأربع أقسام للإنعاش، وهذه الأقسام ما زالت تعمل حتى الآن. وماذا عن مجمع العمليات؟ لا تجري حاليا عندنا عمليات مبرمجة مسبقا. زودت القاعات بالأكسجين ووضع فيها أسرة تستخدم وقت الإنعاش. كم العدد؟ لدينا 111 سريرا، من بينها 6 للمواليد الجدد، إذن 105 أسرة. حاليا نشغل 134 سريرا. هل يمكن العبور إلى هنا؟ نعم يمكن. طاب يومكم؟ على أجهزة التنفس الصناعي كبار السن فقط. الجميع هنا من المصابين بالفيروس التاجي، غالبيتهم على التهوية الصناعية للرئتين. حين يكون تحت الجهاز هل يكون مخدرا؟ هناك خياران،
إذ يوجد مرضى يقعون تحت المنفسة وهم معون، وهناك من يتم تخديرهم. الأمر الرئيسي هنا أن يكون المريض هادئا. إن كان بطبيعته هادئا فهذه حالة جيدة، وإن كان غير هادئ ويقاوم أو متوتر فعندها يتم استخدام المخدر الطبي ويدخل آنذاك في حالة الثبات. هل هذه غرفة للرجال فقط؟ هكذا حدث أن الجميع هنا من الرجال. هناك واحد فقط من جميع هؤلاء واع، وهناك فتى تحت جهاز الأكسجين. ما هو تقديرك كمختص في مجال الإنعاش؟ هناك رأي يقول أن 80% من الذين يصلون إلى مرحلة استخدام هذا الجهاز لن يغادروه. لقد أبعدنا أجهزة التنفس عن مرضى الكورونا المصابين بالالتهاب الرئوي المكتسب. أما ما يتعلق بال80% وال20% الآخرين فهذا مثل اليانصيب، يجب اقتناص أي فرصة لإنقاذهم. يعتبر التشبع من حيث المبدأ تحليلا هاما للمريض الذي يعاني من صعوبات التنفس. هذا مؤشر طبيعي رغم أنه ليس تحت المنفسة، وهذا يدل على أن النظام الذي تم اختياره له على الجهاز كاف لكي يؤمن الأكسجين اللازمة. وما هو التشبع؟ تشبع الدم بالأكسجين. وما هو معدل التشبع؟ المعدل هو ما فوق 95. لماذا تقلبون المريض لينام على بطنه؟ تهوية الرئتين تتم بضخ الهواء حتى الحويصلات الهوائية ومن ثم يخرج، وهناك الدورة الدموية في الرئتين. بفضل هاتين العمليتين تتم عملية الأكسجين، ولكن نتيجة الالتهاب الرئوي المصحوب بالفيروس التاجي يحدث خلل في هذا التفاعل. إبان التصوير المقطعي الكمبيوتري يتبين أن حالات الخلل تنحصر كقاعدة في الجانبين أو في الخلف، ولهذا يمددون المريض على بطنه لتحسين عملية الأكسجين. كم عدد الذين فصلتموهم عن الجهاز؟ 4. يوجد اعتقاد شائع بين الناس بأن المنفسة تقتل انطلاقا من الإحصاءات الصينية التي تشير إلى وفاة 67% من المرضى وهم تحت الجهاز. في إيطاليا 80%. ولكن لنتأمل ماذا سيحل بالمرضى إن لم نضعهم تحت المنفسة. لماتوا جميعا. وبهذه الطريقة ننقذ حياة شخصين من أصل 10. كم مضى عليك هنا؟ لقد دخلت إلى هنا في 7:45. أي أنك تجلسين هنا 5 ساعات؟ نعم تقريبا. وكم تبقى من الوقت؟ رسميا يوم العمل 12 ساعة. المناوبة تستمر 12 ساعة؟ نعم. هل أنت طبيبة أم طالبة أم طبيبة مقيمة؟ أنا طبيبة. مفهوم. وكم من الوقت تعملين بهذا النظام وبهذه البدلة؟ كم يوم؟ نعم أسبوع ونصف الأسبوع. جئت إلى هنا بوقت متأخر عن زملائي في الكادر الأساسي. هل عزلت نفسك عن أسرتك؟ نعم. كيف فعلت ذلك؟ انتقلت إلى شقة أخرى منفصلة. أمر جيد حين يكون هناك مكان للانتقال إليه. نعم. ألا تخافين؟ بالنسبة لي أشعر بالرهبة خوفا على الناس الآخرين، أما بالنسبة لي فلا. سنذهب الآن إلى غرفة الإنعاش 9 التي كانت سابقا لإنعاش مرضى القلب. مع أزمة قلبية حادة، وهناك كانوا يجرون تدخلات بالأوعية الدموية. بالمناسبة لقد وضعنا منصتي تشخيص في ظروف الحجر الصحي. منصتان؟ نعم، تحدث للناس أزمات قلبية في ظروف الحجر الصحي. سابقا لم يكن لدى أحد جهاز لاسلكي، كان لدى الحرس وحسب، أما الآن لدى الجميع. لدى جميع الأطباء أجهزة لاسلكي. جميع الكبار في السن قاعدة.
هذه المريضة يتم إجراء تهوية صناعية لرئتيها وهي في وضعية الاستلقاء على بطنها. هناك هنا المؤشر الأساسي. المريضة تحت تأثير المخدر. طبعا عملية الأكسجة لديها ترتفع إلى 100% لأنها مستلقية على بطنها. انقلبوها على ظهرها سيتغير المؤشر. أقل من 82. كم؟ بحدود 82. هذا أمر مثير. انظروا، مكتوب هنا أنها ستبقى مستلقية من الواحدة ظهرا حتى 9 مساء ثم يقلبونها من جديد. طبعا هذا مؤشر خيالي، آمل أن كل شيء سيكون على ما يرام، فليمنح الله العافية. ألم تعملا هنا سابقا؟ لماذا؟ أنتما طالبتان؟ لا، أنا ممرضة. وأنت؟ أنا طالبة. هل أنت خائفة؟ لا. كم عمرك؟ 21 سنة. كم تستمر المناوبة؟ 12 ساعة. متى تبدأان العمل؟ في 8 صباحا. إذن في 8 مساء تغادران المكان. هل عزلت نفسك عن الأسرة؟ لا، لم أعزل نفسي. هل تذهبين إلى البيت؟ ليس لدي مكان أعزل نفسي فيه. وهل تعيشين مع والديك؟ نعم. كم عمرهما؟ هما في 40. إذن الأمر ليس مخيفا، سيجتازان المرحلة. لكن ألا تخافين من أن تنقلي إليهما العدوى؟ أخاف في الواقع، لكننا نعمل في ملابس واقية وهذا آمن. هل يبدو لك الأمر كذلك؟ حسنا، وفقكما الله. شكرا. أنا ألبس الأغطية الواقية للأحذية تحت البدلة. هناك تباينات بين الجميع بشأن اللباس الآمن. البعض يجبرك على ارتداء جوارب تستخدم لمرة واحدة. هذا هو المستشفى رقم 15، وهو مشفى سريري حقيقي. كل شيء جدي هناك. أما هنا فقد أجبروني على ارتداء لباس الجراح. سأذهب الآن لاستئصال الزائدة الدودية لدى الجميع. علمونا أن المرض يكون على أشده لدى الناس الذين تزيد أعمارهم عن 65، لكنني لا أستطيع القول أننا رأينا ما يثبت ذلك 100%. وماذا عن الأمراض المصاحبة؟ نرى من خلال تجربتنا والتجارب الأجنبية بداهة أن المرضى ذوي الأوزان الزائدة ومرضى السكر والمصابون بأمراض القلب والشرايين يعانون من هذا المرض أكثر من غيرهم. لدينا عدد كبير من المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عاما وهم يتحملون هذا المرض بصعوبة مع وجود متلازمة التسمم الحاد والحمى والاضطرابات التنفسية الحادة. هل توصلونهم بالجهاز أم ليس الجميع؟ هناك احتمالات عديدة. على سبيل المثال، هل يستطيع هذا الشخص أن يكون في جناح عام للمرضى ثم ألا يحتاج المريض إلى الأكسجين؟ وهل يستطيع الحصول على ما يكفيه في الجناح العام أم في العناية المركزة؟ ثم ننتظر فيما بعد، فيما إذا كان بحاجة إلى تنفس اصطناعي. هذه أمور طبية بحتة نتابعها حسب الحالة ومدى التسمم والالتهابات.
معظمهم من الرجال وهم موصولون بالأجهزة. هذه سيدة حامل في أسبوعها 28. من أين هي؟ من سولنشناغورسك. لقد أخذناها من هناك، لديها طفلان وهي الآن حامل ونحن نطيل حملها، لديها ديناميكية إيجابية. إنها تستلقي بشكل جانبي ونسبة التشبع لديها 100%. لا نستطيع تمديدها للاستلقاء على بطنها. هذه فتاة في 17 من عمرها من إلكتراستال. لماذا في عمر 17؟ ماذا حل بها؟ إنها مصابة بالفيروس التاجي منذ 5 أبريل. ولماذا حالتها صعبة؟ لقد وصلناها بالمنفسة. ولكن لماذا؟ مرض شديد لكن جسدها غير مرهق، أي لا يوجد لديها أمراض مصاحبة، وهي تقبع تحت المنفسة. الرجل كان موصولا بالمنفسة لمدة 8 أيام. هذا المريض أخذناه من مستشفى آخر. أرى أنه موصول بالجهاز ولكنه واعٍ. حالته بدأت تتحسن. كان لديه التهاب حاد في القصبات الهوائية، التهاب قصبات، وقد قمنا بتنظير القصبات. هكذا تبدو غرفة الإنعاش لدينا. مرحبا يا داريا، كيف حالك؟ اسمي أنطون. تعارفا، هذه داريا وهذه أكسانا. داريا زميلتنا، إنها فتية وتشعر بأنها جيدة، أليس كذلك؟ نعم بشكل ممتاز. كم من الوقت قضيت هنا؟ قرابة أسبوع. أتيت إلى المشفى منذ أسبوع؟ نعم. وفي أي حالة ناقلوك؟ في حالة مخاض. هذا مفهوم، قصدت شيئا آخر. الاختبار كان إيجابيا. ولم تشعري بأي مرض؟ لا ولا حرارة، حرقة خفيفة في الحلق. ومن ثم الأطباء؟ كانت هناك ظواهر تنفسية غير واضحة دون ضيق تنفس، وبما أن حالة المخاض كانت في ذروتها فقررنا إجراء عملية الولادة أولا، ومن ثم التصوير المقطعي الذي أظهر التهابا في الرئتين. ولم تشعر المريضة بشيء؟ حسب التقييم الشخصي شعرت أن وضعها ليس سيئا، ولكن مخبريا ظهرت بوضوح عمليات التهابية وأكدتها معطيات التصوير المقطعي الكمبيوتري. وماذا عنكم؟ كيف هو وضعكم؟ هل أستطيع الاقتراب؟ لقد أعادوني من العالم الآخر. ولكنهم أعادوكم. نستطيع أن نريك صورة الرئتين، لقد أخذناها كمريضة ميؤوس من شفائها. اتصلوا بنا من وزارة الصحة وطلبوا أخذها. كانت لديها إصابة شديدة في الرئتين لكنها شاطرة. أكسانا إنسان قوي جدا. Оксана такая, в общем-то, сильная женщина. لدي طفلان. وهذه الفتاة جاءت مع بداية آلام المحاضة. وهل يعجبكم الوضع هنا؟ كثيرا جدا، كل شيء مثالي، يعاملوننا كأقرباء لهم. هنا لا يستطيع الأطباء يتعاملوا مع المرضى بشكل آخر. تعافينا أيتها الفتيات. شكرا. ولماذا اتخذتم هذا القرار؟ هل أنتم مستوصف خاص؟ نعم، كشف التصوير المقطعي عن وجود التهاب رئوي لدى مرضانا، وبدأنا نواجه صعوبات في إدخالهم إلى المستشفى، وطلب الناس إبقائهم، لكننا لم نتمكن من ذلك بسبب وجود موجة أخرى من المرضى، وأدركت أن العدد سيكون في وقت ما حرجا، وستكون هناك حاجة لأسرة أخرى. ما هو متوسط عمر مرضاكم؟
المتوسط 60 سنة. أكثر من 60؟ نعم، ولكن هناك بالطبع مرضى أعمارهم 30 و40 سنة، عددهم قليل لكنهم موجودون. ماذا عن متوسط الأعمار؟ أكثر من 60. نعم، ولدى معظمهم أمراض مزمنة ويأتون إلى هنا مهما كان الأمر. ليسوا مصابين بأمراض مزمنة وحسب، بل مضاعفات المرض عندهم أشد. بالطبع، يأتي إلينا بالمتوسط خلال اليوم ما بين 150 و300 شخص. عددهم حتى الآن أكثر من 1500. كم؟ 1533. 1533 الآن؟ نعم، ويأتي 300 مريض في اليوم. وكيف يأتون؟ ب300 سيارة إسعاف؟ وهل طوابير سيارات الإسعاف حقيقية؟ ليس لدينا مثل هذا. لماذا؟ لنذهب وسنرى. أنا قلق بشدة، من أين ظهرت في يوم واحد طوابير سيارات الإسعاف ثم اختفت؟ يصعب علي الإجابة عن سؤالك، فالحالة هي كالآتي: تأتي سيارة إسعاف واحدة، ثانية، ثالثة، رابعة. إن الأمر كله يتوقف على عمل قسم استقبال المرضى وعلى حجم وعدد الموظفين هناك. انظر كم كان عدد أقسام المستشفى قبل الوباء: قسم أمراض القلب، وقسم أمراض المستقيم، وجراحة الأعصاب، وأمراض النساء، والجراحة. وصل أحد المرضى، سنرى كم سيستغرق الأمر. جاء قبل 30 ثانية، وإلى جنبه طبيب الإسعاف، ويجري الآن معاملات التسجيل. تبدأ الإجراءات بتسجيل تاريخ المرض مع كل المعلومات المعروفة عن المريض، ويدرجون ذلك في السجل الطبي للمريض الراقد في المستشفى، ويتأكدون من معلومات الاتصال، ومن أقرباء المريض يمكن الاتصال به في حالة وقوع أي حوادث. هل ذهبتم بنفسكم إلى العيادة وأجريتم تصويراً مقطعياً للرئتين على الكمبيوتر؟ ثم أثبت الفحص وجود التهاب رئوي؟ ماذا فعلوا بعد ذلك في العيادة؟ هل استدعوا الإسعاف؟ نعم بالطبع. كيف تشعرين الآن؟ جيد. هل هناك حرارة؟ حلقي يؤلمني كثيراً. وهل هناك شعور بالضعف؟ لا. كم العمر؟ 43. هذه ليست المجموعة المعرضة للخطر. كم مر من الوقت؟ 3 دقائق. ها هي سيارة الإسعاف الثانية تجلب مريضا جديدا. هكذا يعمل نظام استقبال المرضى. جئت إلى هنا ولم يكن أحد هنا. نستطيع قبول نحو 35 شخصا في آن واحد بفاصل زمني قدره 15 دقيقة. ما المقصود بآن واحد؟ بالتناوب. دعنا نرى، تدخل إلى هنا سيارة، ومن الممكن أن تكون هناك سيارتا إسعاف في آن واحد. نعم، لقد رأيت كم من الوقت تستغرق عملية إنزال مريض واحد. لا تلمس وجهك بيدك. بدلتم الملابس كيفما كان. لا نرى بعضنا بعضا لعدة شهور بسبب الأقنعة، بينما كان عندنا تقليد شرب الشاي والقهوة صباحا. وليس لديكم حتى الآن أي اجتماعات؟ توجد، لكن بسكايب. تفضل. مرحبا، انظر أي ضيوف جاءوا إليك. تحدث، كيف حالتك المرضية؟ منذ متى أنتم هنا؟ لا أذكر، أعتقد 9 أيام. عندما وصلتم إلى هنا كم كانت الحرارة؟ هل تذكرون؟ نعم. كم الآن؟
37 وعشر الدرجة. ليست عالية. ليست عالية، نعم. وماذا فعلتم؟ وضعنا قسطرة. ولكن في البداية كان هناك تصوير مقطعي. بالطبع، عندما تم قبوله وعندما جاء إلى قسمنا أجرى فحوصاً كاملة وتم الكشف عن التهاب رئتيه. نعم، لا تكون لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 و11 سنة حمى شديدة، على الرغم من أنه جاء إلينا مؤخراً صبي درجة حرارته أقل من 40 ولا تنخفض لليوم السادس، وربما أصيب بعدوى إضافية. هل هي عدوى فطرية؟ لا، فالعدوى الفطرية لا يمكن أن يكون لها مثل هذا التأثير. هل سعلت؟ نعم. سعل؟ شديدة. هل بشدة؟ بشدة. هل استطعت أن تنام ليلا؟ نعم. ليس لدى الأطفال شعور. كأن هناك نقصا في الهواء. هذا أولا. ثانيا، يسعلون سعالا خفيفا، ليس كما لدى الكبار، ولكن العلامات الخارجية لا تدل عمليا على أي شيء. فإذا كنا نسمع عند الإصابة بالالتهاب الرئوي الجرثومي العادي خراخرة وضعفا في التنفس ونسمع أماكن الفرقعة، فإنه لا يمكن سماع هذا الالتهاب الرئوي في الأيام 6 أو 7 الأولى، ويعقد هذا لحد كبير تشخيص المرض في الوقت المناسب. هذا مستحيل بدون التصوير المقطعي. نعم، يجب التشخيص بالأشعة السينية. ماذا تفعل هنا؟ ألعب بالهاتف. وماذا تلعب؟ أدرس أحيانا. حظا سعيدا، سيدرس لاحقا. تتحدث معنا؟ نعم، هيا بنا. لا أراك بشكل واضح. لقد ابتلت نظارتك. نعم، اسمي أنطون. أرى، أنا إدوارد. كيف وصلتم إلى هنا؟ كنت في المنزل. شعرت بحالة سيئة. ارتفعت درجة حرارتي وشعرت بآلام عضلية شديدة، ولم تسمح لي عضلات الساق بالنوم 2 أو 3 أيام، وقررت إجراء تصوير مقطعي كمبيوتري فأظهر إصابتي بالتهاب طفيف في رئة واحدة، ثم جئت إلى هنا للاستشارة وقرروا بعدها أخذ الاحتياطات وإدخال المستشفى، وكان من الممكن محاولة العلاج في المنزل، ولكن الأمر هنا أكثر هدوءا لحد ما والعلاج أكثر كثافة. مرحبا مرحبا، هل نستطيع التحدث معك؟ ما اسمك؟ دينا. زينايدا. دينا. أسمعك وأراك بشكل سيء، كيف وصلت إلى هنا؟ أعمل في قسم العناية المركزة في المستشفى. في أي مستشفى؟ في 24، وهناك نقص لدينا في وسائل الحماية وحتى الأقنعة، ولهذا ربما عندما انتقلت العدوى إلى المستشفى أصبت بها. كم الحرارة؟ كانت 39، وهي الآن بفضل الأدوية 37. ما الأدوية التي تتناولينها؟ مضادات حيوية. فقط مضادات حيوية؟ لم يذكر لي الأطباء القائمة كلها. أي مضادات حيوية تعطونها؟ سومامد وليزوتسيم، وهناك قائمة كبيرة. قولي من فضلك، ولماذا اخترتنا بالذات؟ لم أختر أنا، فقد كان أخي قلقا جدا علي. وقد نصحك بمراجعتنا؟ نعم، أراد أن أقوم بالتصوير المقطعي بشكل عاجل حتى لا نضيع الوقت. وانتهى المطاف بك عندنا؟ نعم. بالتأمين الصحي؟ وهل أستطيع أنا كذلك؟ ممكن.
هذه أرض مستشفانا. هنا قسم الولادة وهناك قسم الأمراض الباطنية. وهذه ساحة للمروحية. أراها. تأتي سيارة الإسعاف من تلك الجهة حيث يتم تعقيمها. أترى هناك سيارة ذهبت للمعالجة الصحية؟ نعم، وتتوجه لاحقا إلى المدينة، وهذا رئيسنا. مرحبا. مرحبا، كان لدينا مريض إصابته خطيرة. هل يمكن تصويره؟ هو طبيب. أعتقد ممكن. مرحبا، هل تعملون هنا؟ لا، أنا أعمل في مشفى سريري آخر. هل كان هناك أيضا مرضى بفيروس كورونا؟ لم يكن في قسمنا مثل هؤلاء المرضى، ولم أكن أعرف أن المرضى الذين عالجتهم يمكن أن يكونوا مصابين. ما هو اختصاصك؟ أنا مختص بالتنظير. كيف كانت الحالة حين وصلتم إلى هنا؟ حاولت في البداية معالجة نفسي في المنزل. هل كانت الحرارة 38.5؟ أكثر. يا سلام. ولم تنخفض الحرارة ولم تستدع الإسعاف. استدعيت، وقالوا في البداية إنك قد تكون مصابا بعدوى فيروسية حادة في الجهاز التنفسي، ولن ننقلك إلى المصابين بالأمراض المعدية، فمن الممكن الاستغناء عن ذلك. ونقلوني بسيارة إسعاف إلى المشفى رقم 15، وكانت درجة حرارة 40، وأظهر التصوير المقطعي للرئتين بأنني مصاب بالتهاب. هل وصلوك بجهاز التنفس الصناعي؟ ناقشنا 4 أيام مسألة إيصاله بالجهاز أم لا، وناقشنا ذلك في الجناح كل صباح. ألم تستطع التنفس؟ صف لنا مشاعرك. ضيق تنفس شديد، لكن الأطباء كانوا مسيطرين على الوضع وعالجوني بجهاز التنفس. كان يشعر بالألم عند التنفس ويبصق دما ويتقيأ، وكان على وشك الهلوسة. كيف تقيم العلاج؟ لأنه لم يكن حتى تجريبيا بل انتقائيا. النتائج الأكثر فعالية للعلاج حتى الآن يعطيها توكسيد الزبان. يمدحه الجميع فعلا. المديح ليس صحيحا تماما، وهذه انطباعات شخصية، وتكون النتائج مختلفة، والذاكرة تمحو بسرعة تلك الحالات التي لم يعطي الدواء فيها أي نتيجة، وهذا الشيء طبيعي بالنسبة لطبيعة الإنسان. وجربناه على المرضى الذين لا يعانون من الحمى، وتكون انطباع أنه غير فعال تماما ولا يساعد الجميع، وليس كل من تناول هذا الدواء ظل على قيد الحياة. ولماذا هذا الشخص الذي يبلغ 33 عاما يعاني هذه المضاعفات الشديدة؟ بسبب نشاطه المهني، فقد تعرض لعدوى فيروسية كبيرة جدا، فكأنه استنشق هذا الفيروس من أحد المرضى بكامل فمه، وكان مراعيا تدابير الحماية العادية، ولكنها ليست كافية لهذه الحالة. لقد رأيتم اليوم أناسا يرتدون أقنعة على وجوههم بأكملها، وإضافة إلى هذه التدابير التقليدية، يجب أن يكون مثل هذا القناع لدى كل من يكون على اتصال بالناس الذين يشتبه بإصابتهم بالفيروس التاجي. ولكن يبدو أنه لم يكن هناك شك آنذاك، ولهذا يبدو أن السبب الرئيس لمرضه هو إصابته بعدوى فيروسية من أحد المرضى. من فضلكم سأقول بضع كلمات. أود أن أعبر عن شكري الجزيل للعاملين في هذا القسم. نعم، إنهم جميعا يرتدون الأقنعة، ولعلي لن أتذكر وجوههم، ولكن مع ذلك شكرا جزيلا لكم يا زملاء. شكرا على الرعاية الصادقة والإنسانية والمهنية، وعلى وجودكم إلى جانبي في هذه الليالي العصيبة. شكرا لكم. مرحبا، هل يمكن التحدث معك؟ بالطبع. عمري 22 سنة، ودخلت المستشفى هنا مع أبي. هل هذا هو؟ نعم هو.
مرحبا. يكبرني كثيرا. سمحوا لكما بالبقاء معا، هذا أمر رائع جدا. قد يساعد هذا على نحو ما. كان من المنطقي اتخاذ القرار، إذ أننا كنا في شقة واحدة وعلى اتصال عدة أسابيع، ولهذا وضعونا معا كي لا نعضي أحدا وألا نصاب بعدوى من الآخرين. كيف حصل هذا لكما؟ هل جئتما من مكان معين؟ بدأ كمرض عادي، ارتفعت درجة الحرارة وكان هناك سكر منطفيف. هل أصيب كلاكما بالمرض؟ مرضت أنا في البداية، وبعد عدة أيام أصيبت هي بتوعك، واستدعينا الطبيب فوصف لنا مضادات حيوية وبدأنا بتناولها. ولم يكشف إصابتكما بالالتهاب الرئوي؟ لم يعطي طبيب منطقتنا السكنية مثل هذا التشخيص، وعرفت أن نتائج فحوص فيروس كورونا لدى عدة موظفين عندنا في العمل كانت إيجابية، ولهذا لم أخاطر واستدعيت الإسعاف فجاءوا بنا إلى هنا وأجوا لنا هنا التصوير المقطعيا كمبيوتريا أظهر التهاب الرئتين. Сделали компьютерную томографию, а компьютерная томография показала двухстороннее воспаление легких. الإصابة لدى كل منكما؟ لا، فقد أظهر التصوير المقطعي نظافة كلتا رئتي كليا، ولم تكن لدي أي مظاهر للفيروس، ولكن عندما جئنا إلى هنا أخذوا منا مسحة، وجاءت النتيجة أمس وتبين أنها إيجابية، بينما كانت نتيجة أبي سلبية، ولكن التصوير المقطعي أظهر إصابته بالتهاب رئوي. أود أن أشير إلى المستوى العالي لمهنية الأطباء وعنايتهم بالمرضى ومعاملتهم، ويتميز كل شيء بالمهارة واللطف، ونمضي الوقت هنا وكأننا في المنزل تقريبا. شكرا جزيلا لجميع الأطباء. Мы как дома, в общем, провели очень все хорошо. Большую благодарность всем врачам. هناك عاملون كثر في المستشفيات السريرية الكبيرة. مكان العاملين هو بالقرب من المريض ولا يتعين عليه السير في الممر، وإذا شغل العامل مكانه لا يستطيع ترك هذا المكان ما لم يأتي شخص آخر إلى مكانه. كم شخصا يعمل هنا الآن؟ الآن تحديدا في الوقت الحالي نحو 600 شخص. 600 شخص، لكن العمل بالتناوب. هذا واضح، 600 شخص ل200 مريض. نعم، أي 3 أشخاص لكل مريض. مرحبا، هل يمكن الدخول إليكم؟ كيف الحال؟ كنت خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين رئيسا للمركز الإعلامي لمكافحة فيروس كورونا. أنهكت نفسك في العمل؟ تعبت نسبيا فقط، ولم تكن الأرقام كما هي الآن، وكنا نعتبر أنه لن يحدث لنا شيء، وكنا نرسل جميع الناس الذين كانوا يأتون من مكان ما إلى الحجر الصحي، بينما استمر الباقون في العمل. ثم أصررت على إجراء فحوصات لنا جميعا، وكانت صحتي جيدة عند الفحص، على الرغم من أنني أدرك الآن أنني كنت أشعر بضعف ما، واتصلوا بي في اليوم التالي وقالوا إن نتيجة الفحص مشكوك فيها، وأصبح هذا مفاجأة بالنسبة لي. كيف كانت حالتك؟ كنت أشعر بضعف ما طفيف بالشيء الذي يبدأ به الالتهاب الرئوي. نعم، ولكن لم تكن لدي أعراض أخرى مثل الشعور بضيق القفص الصدري والحمى، ولكن بما أنني أعيش مع فتاة وطفلين لذا قررت عزل نفسي والتوجه إلى هنا. وبماذا عالجوك؟ أرى هناك كاليترا، دعنا نريه للمشاهدين. هذا هو الدواء كاليترا الشهير، وهذا الدواء الشهير مثير جدا للإشمئزاز. وأتصور كيف يعاني فلاديمير. هل تعاني؟
قليلا، وهل جربت أنت؟ لا لم أجرب، هذه هي الحبوب ولا يمكن الحصول عليها الآن في أي مكان. وما رأيكم أيها الأطباء؟ هل هذه الحبوب مفيدة؟ أرى أن العزلة الذاتية هي الأكثر فعالية، وإذا كان الشخص مريضاً فإننا نحصل على نتيجة بسبب الحبوب؟ تمتد نتيجة التأثير مع مرور الوقت. أولاً فك السحاب مع لمس الجهات الخارجية فقط للبدلة، اخلع الطبقة العليا للقفازات مع لمس الجزء الداخلي للبدلة فقط، واخلعها مع غطاء الحذاء الواقي، ونظف يديك هنا، اسحب القناع واخلعه والقه في المحلول. هيا بنا. 36.2 درجة. قليل. أيها الأصدقاء المصورون، ستذهبون الآن بكاميراتكم المفتوحة إلى المنطقة الملوثة، وفيما بعد يجب تنظيف الكاميرات. التطهير يتم من دون مشكلات. أنا قلق على العدسة. كل شيء على ما يرام، هناك مرشح على العدسة.